ما شاء الله رز حبيته منثور وجميل جميل جميل جدا وريحة الهيل. ودلوقتي هنعمل مع بعض الرز اللي جنب صينية الدجاج، بيبقى تحفة قوي. عندك هنا حاطة الجدر بتاعك في الدهن بتاعك، وهعمله بلسان عصفور. اي كان بقى عندك حروف او لسان عصفور الطويل، الحبة الطويلة هتحطي هنا لسان عصفور على الدهن. وعندك هنا الرز بتاعك مغسول تمام، والملح بس ده اللي انا هحتاجه، الرز والملح. وعندي هنا كوباية لسان عصفور مع كوباية ونص رز تمام كده. وكل اللي هحتاجه بس اطحن فصين ثلاثة هيل، لان بيطعم الرز جدا ده تمام كده. دلوقتي انا هحمص لسان عصفور، واول ما يتحمر هحط عليه الرز والملح والايه والهيل، وهنشوف مع بعض. ودلوقتي عندي هنا اتحمر لسان عصفور زي ما انتوا شايفين كده، بقى باللون الحلو دوت الجولد. اول ما يبقى لونه كده جولد، تروح ايه بس جولد براون شويه، مش جولد فاتح قوي، لا شويه بني، هنا هيفتح معانا في الرز. هاخد الهيل بتاعي اللي انا طحنته هحطه عشان ياخد النكهه حلوه، وهاخد الملح هحطه، تقدري تضيفي معلقه السكر كمان، وهقلبهم مع بعض. وهضيف دلوقتي الرز بتاعي يعني. ودلوقتي احط الماي، وهغطيها لقد نقدر عندنا، وهغطيها وبعد ما يستوي هوريكم ده ان شاء الله. ما شاء الله رز حبيته منثور وجميل جميل جميل جدا، وريحه الهيل رهيبه. كده خلصت حلقتنا مع احلى، زي ما انتم شايفين الرز طلع جميل جدا ما شاء الله. شوفوا شكله، جربوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي قوي.